في أحوال الطقس، أمطار رعدية غزيرة مرفوقة برياح قوية شهدتها منذ صبيحة اليوم، شهدتها العديد من ولايات الوطن، وهي تيبازا الجزائر العاصمة، البوليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل وسكيكدا. وقد أدت هذه الأمطار إلى غلق عدة طرق على مستوى ولاية العاصمة. انسداد البالوعات خلف هذا الوضع الكارثي، انسداد تام في نفق رويسو المحاذي لمجلس قضاء العاصمة، والسبب الأمطار الغزيرة التي تهطلت طيلة هذا الصباح. احنا ما نتهموش غير السلطات المحلية، ما احنا الشعب عندنا بارتي ريسبونسابيليتي، نرموا الساشيات، نرموا القراع. انا نظن في نظري انه المسؤولية مشتركة، مسؤولية مشتركة من طرف شركة الإنجاز اللي نقول ربما ما احترموش، ما يكونش في احترام للقوانين التي تنظم هذه الصفقات، هذه من جهة، وكذلك مسؤولية المواطن وخاصة في رمي بعض القاذورات من قارورات أشياء إلى غير ذلك. إثر هذا تنقلت مختلف المصالح الولائية لإعادة فتح النفق وإزالة الأوحال والمياه المتجمعة. كانوا زوج السيارات لهنا، واحدة بولو لهنا، هذيك ما قدرناش نلحقوا ليه، انقذنا السائق عاودنا خرجناه. الاطوس كاينه فين الدوزيام الجامع على بالوش الحق لهنا، غلبوا الماء انخلع باش يدير مارشالير، زاد افونسا كاين افونسا زدنا انقذناه، هذا زوج انقذناهم. فيما يخص التدخل اللي سجلناهم على مستوى قطاع ولايه الجزائر، فقد سجلنا 10 تدخلات في كل من بلديه شراقه، سحاوله، الدار البيضاء، بلدية باب الزوار، بلدية الجزائر الوسطى، وكذلك بلدية بير مونتريش، وبلدية حسين داي اللي رانا متواجدين فيها حاليا. نأكد أنه الحمد لله ما كان حتى ضحايا، ما سجلنا حتى ضحايا لحق الساعة هذه. ككل خريف مع بداية تساقط الأمطار، تعود مثل هذه الظاهرة، والسبب الرئيسي هو عدم احترام شروط النظافة البالوعات ومجاري المياه.